أخذوا الشيخ شراح وأخذوا هذا. شو يا حبيبي؟ التفات ما ايش اللي بيصير احكي لنا. مش هين عليهم يشوفوا درج باب العمود، في هذول الاطفال كلهم 10 سنين كلهم شباب صغار عم بيكمعوا فيهم،
مش مخلين لا جيش حدود ولا قوات القمع ولا الشرطه الاسرائيليه والمراقبه. اليوم اليوم الاسراء والمعراج. احنا بنقول لك كل الامه العربيه والاسلاميه شاهدوا ماذا يجري، تفرجوا شوفوا، بنرفعوا الاسلحه على النساء وعلى الاطفال، وبنرفعوا اسلحتهم على وقنابل الغاز على المسنين، نصهم عرب من 48 دروز وبدو. ما يعني مع الاسف، يعني مع الاسف يكون عربي بيرفع سلاحه بكون بالجيش الاسرائيلي. هذول هم اللي هم حقاره الامه العربيه اصلا. فشوفوا باب العمود ما اجمله، بدهم ينقصوا علينا فرحتنا بيوم الاسراء والمعراج. حبيبي يا رسول الله، احنا بنعيد على كل الامه الاسلاميه والعربيه وعلى اسرانا البواسل اسيراتنا اللي احنا بنهديهم هذا الفرح رغم الالم رغم الوجع، الا احنا بنفرح. هاي تفضل بابي صغير، انا ايدك 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 بدك تيجي تقول الله ان شاء الله. بابي صغير ليش هيك بيعمل فيه؟ خليهم يفرحوا وينبسطوا. شاهدوا شوفوا، حتى انا دفعني، انا مسنه 64 سنه عمري، طفل صغير 8 سنين بدفع فيه برميه بالارض. وين وين العالم برا تتفرج تشوف امريكا اللي قاعده بتكيل بمكيالين بتقول عن الاوكرانيين انه من حقهم يدافعوا عن وطنهم، واحنا هون 73 سنه بالاحتلال واحنا ممنوع ندافع عن حالنا. حسبي الله على كل دول العالم، مش واقفه مع الشعب الفلسطيني. ان شاء الله فلسطين تتحرر، ان شاء الله فلسطين تتحرر. حسبي الله ونعم الوكيل كل عام وهم بخير، كل الشعب الفلسطيني من غزه من رفح حتى جنين. شاء من شاء وابى من ابى. بدنا نفرح بالجنين الخير. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إذا نستكمل معكم البث المباشر في يوم ذكرى الإسراء والمعراج ونشاهد ما تقوم فيه قوات الاحتلال من تنغيص فرق
وكل من توافد اليوم إلى المدينة بهذا التوتر في منطقة باب العمود. هناك تواجد لقوات الاحتلال يقومون بإبعاد المتواجدين من ساحة باب العمود. هناك أيضا استدعاء لمركبة المياه العادمة. يعني في هذا اليوم تواجد أعداد كبيرة، تحدث عن آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى مدينة القدس. يعني في حال استخدام المياه العادمة سيلحق ضرر بجميع المتواجدين هنا، خاصة مع الازدحام الذي نشاهده من توافد الفلسطينيين. نشاهد في هذه الصورة الاحتلال يقوم بإبعاد المتواجدين من مدينة في من منطقة باب العمود في مدينة القدس. يعطيك العافية عمي، كل عام انت بخير. في البداية ايش اللي بيصير هون؟ تحكي لنا على الوضع اليوم في منطقة باب العمود. تعرف اليوم عيد الاسراء والمعراج والعالم بدها تحتفل وهذا، وهم بدهم يحاولوا ينقدوا علينا، والشباب مبسوطين، وزي ما انت شايف البلد مليان، الاقصى مليان. وهذا نتمنى اول شيء سلامه للجميع، وان شاء الله بمر اليوم على خير، هذا اهم شيء. وكل عام وانتم بخير. شو بدنا نحكي؟ هيك شايف الجيش ما بعبدوش حدا يوقف على درج باب العمود. يعني انت تقف الان هنا تشاهد هذا المشهد منطقه باب العمود، يحاولون ابعادك عن المكان. بدمش حدا يكون في القدس، يعني باختصار انهم بده يبعدونا عن باب العمود عن القدس، وهذه بلدنا وبضل القدس لنا. يعني تواجدك معنا وكل عام وانت بألف خير. إذا هي تنغيص لفرحة المقدسين، نشهد هذه الأعداد الكبيرة اليوم حيث تواجد توافد أهالي مدينة القدس ومن جميع أحياء والمناطق في المدينة، بإضافة لأهالي الداخل المحتل وكل من استطاع الوصول من الضفة الغربية. هناك تواجد كبير لقوات الاحتلال ومحاولة منع الفلسطينيين من البقاء في منطقة باب العمود. إذن حالة من التوتر الآن، وأشير أن في هذا الوقت أيضا يعني كان قبل قليل انطلقت كشافة المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، الآن قد وصلت إلى منطقة شارع صلاح الدين وهي في طريقها إلى هنا في منطقة باب العمود. يعني وعلى ما يبدو أن قوات الاحتلال تحاول تمغيص فرحة الفلسطينيين و منع إقامة الفعاليات في المدينة. يعني هذا اليوم الذي ينتظره الفلسطينيون على أحر من الجمر لإنعاش مدينة القدس وإحياء شوارعها وأسواقها. إذن الآن قوات الاحتلال تقوم بإبعاد المتواجدين بعملية الدفع للشبان الذين يجلسون على المدرجات هنا. يلا فراولة فراولة. إذن ملاحقة الشبان وإبعادهم عن مدرجات باب العمود. هلا والله ما
حبيبي إلك إلك حبيبي إلك إلك طبعا الى وفيدك الله يعطيك العافيه.